السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة Airdrop Schools. في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى إيردروبات هامة وستطرح قريبا في منصات مهمة كذلك. نبدأ على بركة الله. الإيردروب الأول هو لعملة الكاي سي تي، حيث يقوم هذا الإيردروب بإعطائك 20 قطعة ما يعادل 36 دولار. نذهب إلى تيليجرام أنا قمت سابقا بالتسجيل في هذه الإيردروبات المطروحة، ولكنني سوف أقوم ببث نافذة جديدة للتليجرام، نافذة جديدة لمعرفة المهام المطلوبة. كما ترون يعني هناك ثلاث مهام مطلوبة مانداتوري: التسجيل في الموقع المرتبط بالإيردروب، ثم الانضمام إلى الجروب والقناة الخاصة بالإيردروب. فيما عدا ذلك فإتمام المهام فهو اختياري، ولكن من الأفضل أن تكمل جميع المهام حتى يتسنى لك ربح قطع أخرى بإذن الله. كما ترون هناك مهام يعني مهام روتينية، ليس هناك أي شيء صعب، يعني فولو لتويتر والريتويت المقال المرتبط بالعملة، كذلك فولو لللينكدين، ثم التسجيل في ريديت و التسجيل في اليوتيوب وعمل لايك والشير للفيديو الذي تحدث عن العملة، كذلك الانضمام إلى قناة أحد المستشارين للعملة، وكذلك التويتر وعمل ريتويت في قناة بعض المستشارين الذين يدعمون العملة أو الإيردروب. بعد ذلك تعمل ستار، و بعد كسب الكاباتشا فأنت تجيب على جميع المهام المفروضة. وكما ترى فالعملة سترى الآن أن العملة يعني هي في مرحلة EIO في منصة لاتوكن، وستطرح قريبا في إن شاء الله أيام معدودة ستطرح، لذلك يرجى الإسراع والاستفادة من هذه العملة. العملة الثانية أو الإيردروب الثاني ولي RWN يعطيك 55 قطعة من هذه العملة ما يعادل 25 دولار. وكما يعني نفس الروتين اليومي لإتمام المهام، هنا يقولون لك التسجيل في الموقع المرتبط بهذه العملة، ثم تنضم إلى القناة الخاصة بالعملة، وكذلك لينكدين، ميديوم، ريديت. كل هذه المهام هي اختيارية، يعني أنت تقوم بالتسجيل في الموقع، هذا هو الإجباري، ولكن ما عدا ذلك فجميع المهام يمكنك إنجازها اختياريا. ولكن من الأفضل أن تتم جميع هذه المهام حتى تستفيد من 55 قطعة لهذا الإيردروب. هذا الإيردروب سنرى الآن سوف يطرح في منصة اللاتوكن في الواحد من شهر يوليوز جولاي 2020، لذلك يرجى الإسراع والاستفادة في أقرب وقت من هذه العملة. الإيردروب الثالث هو من عملية الـ UCM. هذا الإيردروب يعطيك 500 قطعة ما يعادل 25 دولار. نذهب على بركة الله إلى كما ترون هذا هو البوت الخاص بالإيردروب على منصة التليجرام. تقوم بوضع ستارت، بعد ذلك تكمل الكاباتشا. سنرى الآن كما ترون يعني هذه هي المهام، هناك ثلاث مهام إجبارية: الانضمام إلى الجروب الخاص بالعملة والقناة كذلك الخاصة بالعملة، وعمل فولو لتويتر وريتويت للمقال المرتبط بالعملة، وبعد ذلك
كما ترون الانضمام الى قناة الفيسبوك الخاصة بالعملة، واللايك ايضا، والميديوم، والقناة قناة اليوتيوب الخاصة بالعملة، الانضمام كذلك، وعمل لايك وعمل اعجاب ومشاركة للفيديو الخاص بالعملة، وكذلك التسجيل في موقع مساند قناة يوتيوب مساندة للعملة، عمل لايك وشير كذلك للفيديو الذي يتحدث عن العملة، وعمل كذلك انضمام لقناة مساندة للعملة، وعمل فولو لتويتر الخاص بهذه القناة المساندة، وعمل ريتويت للمقال الذي يتحدث عن العملة كما ترون. وبعد ذلك تعمل سابميت ديتي وتنجز المهام، وبإذن الله تعالى سوف تستفيد من هذه العملة التي كما ترون فهي الآن موجودة على منصة بروبيت اكشينج، هي في مرحلة IO، يعني إن شاء الله بعد 28 من يونيو سوف يقومون بالتفكير في طرح هذه العملة على منصة البروبيت. يجب التذكير أن جميع روابط هذه الإيردروبات هي موجودة في أسفل الفيديو. هنا هذا إيردروب آخر يعطيك 2000 قطعة من عملة L2P. نذهب على بركة الله إلى التليفون. كما ترون هذا هو البوت الخاص بالإيردروب على منصة، عفوا، على التليجرام بعد كسب الكاباتشا. كما ترون هنا هذه المهام التي يرجى إتمامها، كما ترون يعني الانضمام إلى القناة الخاصة بالإيردروب والجروب، وكذلك عمل فولو لتويتر، وانضمام إلى قناة مساندة للإيردروب، وسوف يعطيك الإيردروب 500 قطعة لكل ريفيرر ما إلى ذلك. ثم تكتب المهام، وإن شاء الله يعني هذه العملة ستطرح قريبا في منصات، وسوف نقوم بالإعلان عن جميع هذه الإيردروبات حين نتوصل بها على المنصة. سوف نقوم بالإعلان عن ذلك في فيديو لاحقا بإذن الله. هنا لدينا هذا الإيردروب يعطيك اسمه WHT، يعطيك 2200 قطعة. كذلك نفس العملية، تذهب إلى الإيردروب ثم تنجز المهام، سنرى الآن. يعني هي مهام روتينية، ليس هناك أي شيء كما ترون، ليس هناك أي شيء صعب في عملية إتمام هذه المهام. بعد إتمام المهام الروتينية سوف يطلبون منك محفظة الوولفز إكشينج، سوف أضع هذه المحفظة في رابط الوصف، حيث بعد التسجيل سوف تقوم بوضع العنوان الخاص بمحفظة الوولفز إكشينج على هذه المنصة. إذا هذه المهام كما ترون، انضمام إلى قناة الجروب الخاص بالإيردروب، وانضمام إلى القناة المساندة للإيردروب، وعمل فولو وريتويت للمقال إيردروب على تويتر. بعد ذلك كما قلت سوف تكتب بعد ذلك سوف يطلبون منك محفظة الوولف إكسنج، سوف تضعه هنا وتسرقها إن شاء الله في قريبا الأرباح من هذه العملة. هنا لدينا
هنا لدينا AirDrop لعملة CET خاص بمنصة الكوانيكس، وهو AirDrop خاص بهذه المنصة. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالتسجيل في هذه المنصة وتفعيل الوثائق لتستفيد من هذه العملة، تستفيد مقداره 1000 إلى 3000 قطعة من هذه العملة. هذا كل ما في الأمر. بعد التسجيل في الموقع وتفعيل الوثائق، التفعيل يكون سهل، قد جربته وقاموا بقبول الوثائق المطلوبة في ظرف وجيز. وستضع الإيميل الذي قمت بالتسجيل في هذه المنصة. بعد ذلك بإذن الله تعالى، بعد تفعيل الوثائق سوف تجد الإضرابات خاصة بهذه العملة في البالانس الخاص بهذه المنصة. هنا لدينا إيردروب جديد، إيردروب إنفيكس، يعطيك 10 قطع من هذا الإيردروب كما ترون. أنا سنذهب إلى واجهة البوت على التليجرام حتى تعلمون مصداقية هذا الإيردروب. فهو مطرح مسبقا في منصة الجوانتيكو، كما ترون سوف يعطي 10 دولارات من هذا الإيردروب، وخمس دولارات لكل ريفيلر مفعل. بعد وضع ستار ووضع الكاب باتشا، سوف تقوم بإتمام هذه المهام الروتينية، يعني الانضمام إلى الجروب والقناة الخاصة بالإيردروب، وعمل فولو إلى تويتر الخاص بالإيردروب، وانضمام إلى القناة المساندة لهذا الإيردروب. وكما قلت يعطيك خمسة قطع لما يعادل $5 لكل ريفيلر مفعل. التوزيع سوف يكون بإذن الله تعالى في شهر أغشت، يعني لا ت... يعني إن شاء الله يعني قوموا بإتمام المهام، وبإذن الله تعالى يعني في شهر أغشت سوف نرى التاريخ المعلن لتوزيع هذه العملة. نذهب على بركة الله إلى آخر إيردروب موجود معنا في هذا الفيديو، وهو خاص بعملات تراي توكن، حيث هذا هو الموقع المرتبط بالعملة. يعني بعد التسجيل في الإيردروب يعني بعد التسجيل في الإيردروب أنا قمت بالتسجيل مسبقا، أنا الآن في واجهة الإيردروب. هنا هنا قريبا سوف هنا كما ترون هناك بونيوس ل500 قطعة من عملة تراي، وكما يقولون هنا كل 24 ساعة تقوم بكليم يعطيك ديلي كليم، يعطيك 5 قطع كل 24 ساعة. يجب الضغط على كليم كل 24 ساعة للاستفادة من هذه العملة، الاستفادة منها مباشرة. هناك إشكال ولكن إن شاء الله هناك حل، وهو أن هذه العملة موجودة في ستيلر، منصة في موقع ستيلر، وموقع ستيلر كما هو معروف يطلب منك أن يكون لديك رصيد إيجابي حتى يتم تفعيل حسابك 100%، على الأقل يكون لديك مبلغ زائد 1.51 من عملة الإكسجرام
حتى يمكنك يتسنى لك الاستفادة من جميع التوكنز. نحن كما قلت نحن في غنى عن شحن موقع أو منصة ستيلر بقطعة ونصف من عملة XLM، حيث يمكننا فقط تحميل تطبيق الكي بيز على هاتفنا. بعد ذلك سوف يعطيك مباشرة بعض القطع من XLM، وبالتالي من خلال هذا الرصيد يمكنك تفعيل حسابك على ستيلر، ومن ثم الاستفادة من هذا التوكن لعملة التراي. إذن كان كل هذا ما لدينا في هذا اليوم من الايردروبات. إن شاء الله ريثما يكون هناك ايردروبات جديدة سوف نقوم بطرحها في فيديو آخر. وفي حال توصلنا بأي ايردروب على أي منصة، فسوف نقوم بإذن الله تعالى بطرح فيديو تفصيلي عن كل هذه الأمور. في الختام لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك ليصلكم كل جديد، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.